إذاعة قفصة عين على الحدث. تظاهرة رياضية تنشيطية، الهدف الأساسي منها هو رسم وجهة جديدة لمدينة قفصة باعتبار بياجي في مدخل قفصة. الهدف كذلك بيئي، بياجي اللي هو أصبح يسوق الواجهة غير بيئية مش نظيفة فهل صحة بنا. نعمل تظاهرة تنشيطية في عدة أطراف، مشاركين مجتمع مدني، مؤسسات عمومية وكذلك هياكل وأطراف مدنية حب تدخل بمحبة كبيرة لرسم خارطة جديدة ثقافية تنشيطية رياضية لقفصة. هناك برشا عروض فرجوية رياضية وكذلك تنشيطية وعروض غير عادية على المستوى المشهد العرض باعتبار الأجواء هذه الكوليك اليوم باش نحاولوا نعملوا نقطة انطلاق طريقة جديدة في التعامل الشبكي باعتبار كونه قفصة ما نجمش واحد برك يخدمها، الناس الكل نجمو نخدمو قفصة ايد في ايد. بياش اون فيت اليوم باش تحتفل بأبنائها، باش تحتفل بشبابها بصغيراتها بكبارها، الناس الكل تحب نعدوا الرسالة الحلوة برشا كونه الحياة المدنية ما تنجم تتواصل في إيقاع بانورامي إلا وقت تكون الناس الكل متفاهمين وقادرين فعلا على خلق أهداف الأنشطة هذه. إن شاء الله بياش اون فيت تبدا اليوم وتكمل من خلال مبادرات أخرى ونسوقوا للفضاء هذا متاع العرض المميز ومميز جدا بيئيا وثقافيا. إذاعة قفصة عين على الحدث.